عندكم اللقطه يا شباب، هذه نفس اللقطه من نفس الزاويه لكن في زوم كبير عشان يشوفها الدكتور. اعرضوها على الشاشه واعرضوها على الشاشه الداخليه عشان يشوفها الدكتور ويعلق. قول لي رايك فيها دكتور. لو كنت انت، انا بتكلم من منظور لجنه انضباط. اولا هذه الزاويه لا تكفي للحكم عليها، هذا واحد. انت حكمك الشخصي يقول ايه اذا كنت لا الان طيب ايه ممتاز. انا اليوم اذا هذه اللقطه انا بحكم عليها لابد اني انا اشوفها من كذا زاويه. اثنين، هل كان التلامس هذا في منطقه محرمه او غير محرمه؟ ثلاثه، لابد اني انا اسال الحكم، الحكم قريب من الحاله. طيب المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طيب وانا لابد اني اقطع الشك باليقين وارجع اكرر نفس الكلام هذا. جميل، هذه لقطه من زاويه معينه صراحه. انت لو رئيس لجنه انضباط، انا ما اعتمد عليها. انت لو رئيس لجنه انضباط وارسلت لك هذه اللقطه، ما اعتمد عليها. ايش تقول؟ ما اعتمد عليها. تطلب لقطه ثانيه؟ اطلب زوايا مختلفه زي الفار، ولا اعتمد عليها ولا احط. قالوا لك ما في الا اللقطه عندنا، اسال الحكم. قال لك الحكم ما شفت. الحكم طايح تحت يشوف شو الحكم وينها. قال لك الحكم ما شفت. خلاص المتهم بريء حتى تثبت ادانته. هذه ما تدينه؟ هذه لا ما تدين. يا ساتر. هذه انا قانونيا ما تدين. شباب اعطونا اللقطه على الشاشه الله يرضى عليكم، خليه يشوفها. هذه اسمعني كلام قانوني، ابى احدد اسئلتي بشكل مباشر. تفضل جاوب. انت رئيس لجنه انضباط، عرضت عليك هذه اللقطه، تطلب لقطه اخرى، قالوا لك ما في، سالت الحكم قال لك ما شفت، تدين اللاعب ولا ما تدينه في هذه اللقطه؟ بهذه اللقطه. هذا رأي اللجنة. أنت 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 أنا شخصياً. أنت دكتور رفاعي. طيب تدين باقي نشوف هل هي للحرمة الجسدية أو غير حرمة أنت الجسدية. أنت تدين يا حبيبي. أنا قاعد ما أدين، لابد أتأكد أنه فعلاً هذا. ما عندك إلا هذه اللقطة، ما في غيرها. أنت جاوبني، أنت الرئيس. لا أنت جاوبني، أنت شرك. أنا ماني قانوني. بغض النظر أنت الآن إيش، أنت الآن يا حبيبي أنا اعتبر نفسك مكان هذا اللاعب. اسمعني لا لا، اعتبر نفسك مكان هذا اللاعب، اعتبر نفسك مكان هذا اللاعب، وأنا حكمت عليك بهذه اللقطة. تستأنف وتقول أنا بريء ولا تقول لا صح أنا سويتها؟ أنا لا أتكلم قانون. أنت اللقطة أنا هذه أتكلم قانون. اعتبر نفسك. لا لا دكتور يا حبيبي نفسك. أنا ما أتكلم قانون. أنا لو باخذ عواطف، ترى تويتر مليان. اسمعني دكتور. تفضل. تويتر مليان آراء ناس مثلي. أنا آراء ناس مثلي. أنا أبغى أسألك الحين، أنت ما عندك إلا هذه اللقطة، تدين اللاعب ولا لا؟ هذه اللقطة غير كافية للإدانة، غير كافية للإدانة. أنا اليوم لما أسبب قراري، اللاعب الان اللاعب يقدر يستأنف. ممكن لو هذه، لو انا اعطيته قرار، انا لو اعطيته قرار ممكن يقابل الاستئناف، ممكن يصل فيه لمحكمه الكاس. اللي تجي محكمه الكاس تسالني تقول لي بس على هذه اللقطه. انا الان اتكلم لما انا ادين لاعب او ادين شخص، لابد تكون عندي الادله كافيه. احنا جبنا اكبر زوم ممكن على اللقطه.